فضيلة الشيخ، هل المسافر له أن يصلي الرواتب في الحرم بحكم أفضلية المكان أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا صلى في الحرم مع المسلمين وأتم الصلاة معهم صلي الرواتب، إنما يترك الرواتب إذا قصر الصلاة، إذا قصر الصلاة، مع العلم أن راتبة الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، ولا لمن يقصر ولا لمن لا يقصر. نعم.